وقع لي هاد الصباح واحد المشكل اللي صراحه نقدر نقول لكم انا اللي كنت السبب ديالو. هو في الوقت كان مشكل صغير. دابا 8 ونص الصباح، غادي نفارقوا مدينة جديدة وغادي نودعوا الصديق سيف الدين. صراحة اللي قام بواجب الضيافة وزيادة التعامل كان شي حاجة واعرة بزاف. خويا سيف الدين صراحة ما سقيناش بك، شكرا لك بزاف. سلم لي على الوالدة على الوالد. مبلغ ومرحبا بأي واحد داز في جديدة ومرحبا بك. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف خويا سيف الدين. إن شاء الله ليا في راسك ضروري نشطر شامبوان هذاك الشيء. او ما جاو الكلاب. يلا اجي زيد. بالنسبه للناس اللي كيخافوا من الكلاب ملي كيكونوا غاديين بالبيكالا، فكنبغي نقول لكم ان راه عادي يتبعك الكلب، عادي يتبعك الكلب، حيت هو كيدير خدمته، حيت هذيك هي الخدمه ديالو، انه يحرس هذيك الدار او هذيك البلاصه اللي هو فيها. هذه الاولى. الحاجه الثانيه، كيفاش ترد الكلب؟ انك ما تديرش بالك فيه، ولا شي كيقرب تقدر ترشو عليه بالماء، تجبد البيدو ديالك وترشو بالماء. اصبحك مبروك، الله يحفظك. واحسن حاجه في الطريق ديال البحر انك صراحه كتستمتع، واخا ما كاينش شي حاجه اللي هي جديده، كتبقى تشوف نفس المنظر اللي هو البحر، ولكن ما كنتملش. شخصيا ما كنملش، وكيعجبني انني نبقى غادي في الطريق ديال البحر، حيت انا اصلا من الناس اللي كيحبوا البحر بزاف. صاحبي السلام عليكم. وقع لي هذا الصباح واحد المشكل اللي صراحه نقدر نقول لكم انا اللي كنت السبب ديالو. هو في الوقت كان مشكل صغير وكان بامكانه ما يتحل، ولكن انا بقيت كنقول بلاتي بلاتي صراحه الا عندك شي مشكل ما تخليش في البدايه ديالو، حاول تقضي عليه. كما قلت لكم من قبل، دائما انا كنفضل ان تقل يبقى القدام، تقل ديال السيكان يبقى القدام. من قبل كنت كندير البورت باجاج، كان عندي واحد التيب كما كتشوفوا، واحد التيب كيجمع هنا، التيب كيجمع هنا، كيكون داير بحال هكا، كيجمع بين جوج جهات. هذاك التيب هذاك الفائده ديالو انه كيبقى جامع هذوك الجهات بجوج، يعني حتى الا كان ثقل ما يقدرش يميل البورت باجاج. دابا المشكل اللي وقع هو ان درت ثقل قدام، وكيبان لي كما شفتوا البورت باجاج اللي عندي انه ما فيهش هذاك التيب اللي كيجمعهم، فهذاك الثقل بقى كيميل البورت باجاج. انا لاحظتها وجاي، سبحان الله جاي، سبحان الله جاي، وكنقول غنوقف هنا غنوقف هنا غنوقف هنا ونبدل الثقل، نرجعو اللور، وغادي يدير لي شي مشكل في شي هبطه ولا شي حاجه. انا مع راسي كنهضر كنقول غنوقف هنا بلاتي، نزيد هنا ونبقى نشوف شي بلاصه مضله، هو يطرطق كما شو. ودابا المشكل هو كما قلت لكم، ملي يكون المشكل كما كان، المشكل يكون باقي في البدايه ديالو، حاول تقضي عليه. علاش؟ حيت دابا كان بامكاني ما غنحل الفيس، لا علاش غنحل الفيس؟ كان بامكاني ما غنحيد الساك، نرجعو اللور
ودير الساك ديال الشيف ديرو قدام. دابا المشكل هو ملي تهرس هذاك الفيس قال داخل. دابا كيفاش غنجبدو؟ هذا هو المشكل الكبير. دابا خاصني نلقى شي واحد اللي يقدر يجبد لي هذاك الفيس تقبوه بحال هكا ونعاودو نجبدوه. احاول تربطو بهذا الخيط هذا. المهم ديبانيتو على امل انني نلقى شي بلاصه نجبد هذاك الفيس وكركب واحد اخر. وحاجه اخرى انني رجعت هذا الساك اللي كان ثقيل رجعته للور، وهذاك اللي كان اللور كان فيه شويه كان خفيف شويه رجعته لقدام. الحمد لله انني كنت جايب شويه، والا ما عرفتش كيفاش غيكون الحال كون كنت هوات شي هوده. بزاف ديال الهودات اللي كنوصل حتى ل 60 تقريبا حتى ل 70 كيلومتر في الساعه وانت هواد، فالله يحفظ وصافي الحمد لله على كل حال. المهم والساك اصلا كان فيه البيسي، فيه بزاف ديال الماتيريال اللي ما خاصوش يطيح للارض. هذه هي الطريق. خاصك توقع اي حاجه دير احتياط ديالك. المهم انك ما تكونش متشائم، دير احتياط ديالك، دير واحد التوقعات ممكن يوقع كذا وكذا، ولكن ما تعمرش بهم راسك بزاف وما تكون سلبي. ديما نكون ايجابي واش عندك نظره ايجابيه وحسن الظن بالله. المهم الحمد لله على كل حال. الطريق هذه مزاحمه بزاف، الطوموبيلات كيدوزوا بواحد السرعه خياليه، وكاين شي طوموبيلات جايين في لاصونس اخر كيبغيو يدوبلو كتلقى محيايا. ما عرفتش هاد الناس كيف يفكروا والله. وقفت هنا غادي ندير بوز. كما كتشوف معايا عندي شفاحه وبنانه وخوخه. الصباح باش خرجت من جديده سيف الدين قال لي هاك دير معاك شويه ديال الديسير. واللي بغيت نقول لكم ان بزاف ديال لي جيست اللي كنديرو ربما كيكونوا صغار في النظر ديالنا، ولكن الواقع ديالهم كيكون كبير، خاصه اذا كان من قلب صافي. اللي بغيت نقول لكم انكم ما تحقروا حتى شي جاست زوين ديروه، تفرحوا به ناس اخرين سواء كنتو كتعرفوهم خوتكم اصحابكم حتى الناس اللي ما كتعرفوهمش كيكونوا باساجي شي واحد لقيتي معاه في الطريق. ولو اقل الحوايج، ولو انك عيت تبتسم ليه بوجهك ابتسامه خالصه خارجه من القلب فما تحقرهاش. بزاف ديال الناس كنقول لك اللي كيكونوا صغار ولكن الواقع ديالهم كيكون كبير. وانا جاي في الطريق تلاقيت مع صديق الفيسبوك اسماعيل العرايسي اللي اول مره غنتلاقاه، والاخ ديالو الاخوه ديالو هنا جميعا. فرحوا بينا ورحبوا بينا، الله يجازيهم بخير. كنتمنى ان نتلاقاكم في فرصه اخرى ان شاء الله بحول الله. المهم الحمد لله هذه نقدر نقول هي احسن حاجه ولا الحاجه الزوينه اللي دازت في النهار. ملي خرجت الصباح صراحه كما قلت لكم انا ما كنتشائمش خارج الصباح. ملي طرا لي المشكل ديال البورتو ديالي حسيت شويه ديال الديرونجمون، ما بغيتش عاود نطيح نفس المشكل. وملي وصلت لقيت واحد الحداد في الطريق قلت له واش تعرف صايبو؟ قال لي نصايبو. قلت له واش تعرف صايبو؟ قال لي نصايبو. بقى كيخربق كيسولي في الاخر ما دار معايا والو. المهم على امل ان شاء الله نوصل لوالديا او لا النواحي ديالها نشوف كيفاش نصايبو. المهم دوزت معاهم وقيته زوينه، ما كرهتش مازال نبقى جالس معاهم، ولكن الطريق مازال طويله ان شاء الله. ان شاء الله نشدوا الطريق انا وياك شي ان شاء الله. ان شاء الله فرصه ان شاء الله. شكرا على هذا البيكرات. وهذا هو المشكل ان بزاف الناس اللي كيكون كتحس معاهم انهم يعني كتفاعل معاهم ايجابيا كتكون المده اللي كتلقى معاهم قصيره. هذا هو المشكل. المهم على كل حال شكرا لكم بزاف. الله يحفظك. الله يحفظك. دابا كنسول الناس في الطريق قالوا لي حتى الوالديه ما فيهاش الناس اللي كيديروا التور. فوقت عند طولي هنا باش نتقب هذاك الفيس ونجبدو. المشكل انه ما عندوش المهم مطالع باش كيسولي ما عندوش. دابا بقى حل واحد انني غادي نبريكوليها بالكوليات. هادشي اللي نقدر ندير دابا على امل انني مازال نلقى في شي بلاصه ونحيد مزيان. انا الا توفقت انني نتقبو ونجبدو ونحيد ركب عاوتاني فيس اخر، مع ذلك غندير لهم كوليات باش نتبتها مزيان. صافي دابا كنظن انني كملتها كما كتشوف معايا. صايبت لهنا كوليات دابا راه متبته مزيان،
وكاينه واحد المفاجاه زوينه انني انا كان صايب وما يدوز عاوتاني هنايا مايك. هلا اوكي نايس تو ميت يو اجين هاو ار يو دوين اوكي ذا رود واز بيرفكت بات جود اولز جود ايفريثينج از جود Everything is good. Everything is okay. The sun. Very good. Yes. Everything is okay. Okay. We were swimming in the Atlantic yesterday. Okay. نقدر نقول لك ان اخطر طريق دزت منها لحد الساعه هي هذه. كي ماشي معايا طريق ضيقه ولاحظت ان واحد السلوك اشكال. كي كل واحد جاي في اتجاه المعاكس يعني جاي هو نورمالمون في طريقه العادي يعني هو جاي من الجهه الاخرى هذه بغيت نقول وشويه كيبغي يدوبل كيبدا جاي لعندك عرفتي شحال واحد كي كيقرب لحدايا كنبدا كنقول هذه هي الموت هذه هي الموت الله يسرها صافي هادشي صعيب مرحبا بكم في مدينتكم مدينة الوالدية هذه المدينة الزوينة الصغيرة اللي معروفة بالبلاج ديالها كما عرفتوا ان كان البرنامج هو انني نبات في اسفي ولكن شو الروطار اللي درت اليوم المهم مازال عندي امل انني نبات فيها ان شاء الله بقى تقريبا الله يهديك اصاحبي ملي كتفوت مدينة الوالدية تقريبا 3 حتى 4 كيلومتر كتلقى جوج ديال الطرقان كيديو جوج من الاسفي كاينه هذه اللي كتشوف معايا دابا على جنب البحر وكاينه الاخرى بعيده على البحر هكا المهم الفرق اللي بيناتهم تقريبا 5 كيلومتر هذه زايده ب 5 كيلومتر ولكن لافونتاج اللي فيها انك كتبقى غادي موانس بالبحر واخا كاين بزاف ديال الديروجمون ديال الطوموبيلات كنقول لك انا لحد الساعه ما شفتش بحال هاد البلاصه هذه اي واحد داس خاصو كلاكسوني واحد الفيتاس باش نقول لك الله يستر صافي المهم تقريبا بقات حدود 50 كيلومتر على مدينه اسفي واخا انا كنت خديت قرار على انني ما نبقاش ندير بحال الرحلات السابقه هذاك التوقيت غنولي نخرج الصباح بكري وقبل المغرب كنستالا زوين هذاك كنستالا المهم دابا باقي المغرب باقي شويه المغرب ولكن كنحاول انني نربح هكا الوقت ونوصل لاسفي ان شاء الله وغادي نقاد البروغرام ديالي كما قلت كنولي نحاول نخرج الصباح بكري ونطونطي قبل المغرب هكا ما يكونش الريسك وتشوف الطريق وتشوف مرحبا بكم في مدينتكم مدينة البدوزة البدوزة واقيلا كانت تنطق البدوزة ولا البدوزة أول مرة كنعرف هاد المدينة هادي يعني أول مرة ندوز من هنا والشكل ديالها تقريبا بحالي صغيرة وعجبني واخا هي مدينة صغيرة ملي جيت نشوف لقيت أنها أصلا لابلاج ديالها حائز على الشارة ديال اللواء الأزرق الدولية يعني الناس كيعرفوها برا أنا ما عرفتهاش هنايا شكلها زوين والله العظيم مرحبا بكم في مدينتكم مدينة اسفي مدينة الخزاف والسمك كما سماها ابن بطوطة من بعد 153 كيلومتر من مدينة جديدة لهنا الحمد لله كل شيء داز بخير اليوم دخلت في واحد المنافسة لا ماشي منافسة دخلت في واحد اش كتسمى تشالنج تحدي دخلت في واحد تحدي مع راسي حيت كان البرنامج انني نوصل لاسفي وكيما شفتوا المشكل اللي كان وقع لي ديال البورت باكاج وديموراليزيت والمهم حسيت براسي ماشي هو هذاك وكان الروتار ولكن ملي وصلت لبدوزه بلاصه زوينه بقى كيقول لي راسي الاخر كيقول لي بات هنايا كنقول لا انا كان البرنامج انني نوصل لاسفي فخاصني نوصل لاسفي الحمد لله طلع شويه النيفو وبديت جاي خبط يا ما تخبط حتى دخلت لاسفي دابا واخا دخلت شويه معطل ولكن الحمد لله بخير كان بيني وبين واحد الصديق اتصال
غيصادفني عن باش عنده ان شاء الله هذه الليله هذه الله يجازيه بخير. الحمد لله كل شيء بخير على امل غدا ان شاء الله اننا نسالفوا الرحله. الحمد لله الجو مبرد زوين ترونكيل الحمد لله كل شيء بخير. يلا نشوفكم ان شاء الله.